هاجر يوتيوبرز مغربية، عندي دكتوراه في علم النفس الإجرامي، كنت قاطنة بكندا ودابا عندي تقريبا 3 شهور باش دخلت المغرب. كنكتب في الفيسبوك، عندي فيسبوك خاص كنكتب فيه، كيقولوا عليا انفلونسر ولكن مازال ما متأكداش من المسألة. كان عندي متابعين في الفيسبوك، كنفضل اليوتيوب لانه كيعجبني نستافد، كنحس بانه اليوتيوب اقرب لشخصيتي لانه كنشوف فيه دي فلوغ، كنشوف الناس كيفاش عايشين، كنشوف فيه برامج ثقافيه الى اخره، وكيعجبني نصور دي فيديو اكثر من كيعجبني انني نصور دي فوتو ونحطهم في الانستغرام، على الرغم من انني مؤخرا وليت اكتيف في الانستغرام اكثر من اليوتيوب. كيقولوا بانني انا مصطنعه، ولكن انا كنظن بان الانسان ما يقدرش يحكم على الانسان من خلال 5 ولا 10 دقائق اللي كتكون في اون فيديو في اليوتيوب. هما ما كيعرفونيش دونك ما يقدروش يقرروا هذه المساله. في الاول كنت كنحاول نهضر بلهجه بيضاء، وانا ماشي ما كنعرفش نهضر بلهجه بيضاء، دونك حاولت وما عرفتش. هذاك هو ربما اللي خلى الاخر يعتقد انني انا ما كنهضرش بلغه، يعني باللغه الدارجه العاديه بحال اللي كيهضروا بها الناس. كيقولوا كذلك مصطنعه لانني ربما عشت شويه برا، دونك حتى اللهجه ديالي شويه اختلفت، احتكاكي بناس اخرين غير مغاربه حتى هو اثر. وكنحاول نرضي الجميع، كنحاول نرضي جميع يعني البلدان، كنحاول نهضر بلهجه شويه مغاربيه اكثر منها مغربيه، هادشي اللي ربما يخلي الاخر يقول عليا مصطنعه. ما عرفتش، كنعتبر نفسي من الناس الصادقين واللي ديريكت واللي اونيت، يعني اللي في قلبي على لساني وما كنخافش من الراي الاخر فيه. كاينين دي يوتيوبرز كيمثلوا، وكاينين دي يوتيوبرز داكشي اللي كيعيشوه هو نفسه داكشي اللي كيعيشوه في حياتهم اليوميه. ما نقدرش نحكم على جميع لي يوتيوبرز لانني ما كنعرفهمش كاملين وانني ما دخلتش لدارهم، ولكن انا متاكده انه كاينين دي يوتيوبرز صادقين كما اللي في حياتهم اليوميه هو داكشي اللي كيبينوا، وكاينين دي يوتيوبرز كيحاولوا يلمعوا الصوره ديالهم لارضاء الاخر ولارضاء الجمهور ديالهم ولا لي زابوني ديالهم. كاينين سببين خلوني نرجع للمغرب. السبب الاول هو سبب شخصي ما نقدرش نعلن عليه وسيتم الاعلان عنه ان شاء الله في الشهور المقبله. والسبب الثاني اللي نقدر نقوله هو انني انا هذه اكثر من 2 ولا 3 سنوات وانا كنقرا، قررت اني نرجع للمغرب لانه الجو في كندا ما ساعدنيش، حسيت براسي في غربه، حسيت براسي بوحديتي، كنت كنحس ما كنتش كنحس بان عندي اصدقاء، بلوتو ما كانوش عندي اصدقاء، ما كنتش اونتوري بلا فامي، وانا كنت محتاجه للدعم النفسي وكنت محتاجه للدعم ديال العائله ديالي الى اخره. وكنحس انه المغرب هي بلاد محتاجه للناس، غنقول المهم هذا ربما يبان تكبر، ولكن كنحس بانها محتاجه للناس بحالي، باش يعني الناس في الدومين ديالي باش يطلعوا شويه بالمستوى ديال بعض المجالات في المغرب. كنحس بانني الدوله محتاجاني كما انا محتاجه الدوله ديالي اللي هي المغرب. الغربه هي من اصعب التجارب اللي عشتهم في حياتي. انا لطالما كنت كنعتقد انه انك تعيشي برا هي شيء جميل والناس كاملين كيحلموا انهم يعيشوا خارج المغرب، ولا ما غاديش نقول الناس كاملين، مجموعه من الناس كيحلموا انهم يعيشوا في خارج المغرب. انا من الناس اللي كنت بحالهم، كنت كنقول انه الغربه شيء جميل، غنحس بالحريه اكثر الى اخره. فاش مشيت لبرا وخصوصا كندا ما حسيتش براسي، يعني ما حسيتش براسي قادره انني نعيش تما، على الرغم من انه هادشي اللي قلتي يعني الفلسفه ولا القرايه اللي قريت ولا هاد الاشياء كامله ما يمكنلاش تعوض لك لا العائله، ما يمكنلاش تعوض لك الناس اللي قراب ليك، ما يمكنلاش تعوض لك الام والاب والاخوه والاصدقاء. وانا هذا الشيء كان كينقصني بزاف فاش كنت في كندا. شحال هذه كنت كنقول ربما تكون صداقه حقيقيه بين اليوتيوبرز، ولكن مؤخرا وصلت الفكره مفادها انه صعيب انك تكون عندك صداقه مع ناس معك في المجال، لانه كيكون شويه ديال التنافس،
كيكون شويه ديال الاخر كيبغي يبان هو الافضل. ومن هذا المكان كنقول لك انه اكتشفت انه ما كايناش الصداقه. المهم اخر شيء توصلت له انه ما كايناش صداقه ما بين اليوتيوبرز من خلال تجربتي الخاصه. السبب هو انني كنت كنعيش برا، دونك ما الله فاش جيت المغرب الله بديت كنتعرف على يوتيوبرز اللي كنت كنشوفهم يعني بحالي بحالكم كنت كنتفرج فيهم حتى انا. وفاش جيت المغرب تعرفت على مجموعه من اليوتيوبرز الظريفين الغزالين اكسيتيرا، ولكن كنفضل ان حياتي ديال اليوتيوبرز تكون حياه شويه بعيده على الصداقات يعني في داخل المجال، لانه كثرت الاحتكاك مع الناس وهادشي كيجذب شويه المشاكل، وانا انسانه ما كيعجبنيش نعيش تحت الضغط ديال المشاكل اكسيتيرا.